سو كان كبير اللي بتتفق دي كنا عائلك انت اخت لك وبعنا عن جد قالك على الهوا بي على الشاشة ان شاء الله لا ان شاء الله قريبا ترجع والله ما في شيء خبرني بقى ما اخر همي خبرني هلا مش وقت بدي الكل بحبك لانك شخص هيك كثير عنده اخلاق عاليه بالشغل وبرات الشغل وهيك ضحكتك دائما موجوده وزيت وقت مسقفه وبتحب الكتير وبتحب ضمانك يعني عن جد بيست اوف لك بالضمان تبعك ما رح انسى ابدا هالتريب معي انت اي لاف يو انا كمان ثانك يو از جيت دايركتور از جيت دايركتور